ايه السر في ملك التسعين يا عمده؟ يعني ايه قصه التسعينات دي معاك؟ انت واحد من اكتر الناس، يعني طبعا دي حاجه مشهوره جدا من النادي الاهلي، ومعروف انه لعيبه الاهلي دايما بتلعب لاخر ثانيه في المباراه، لكن انت يمكن اكتر حد سجل في ما بعد الدقيقه 90. ايه سر او ايه قصه الدقيقه 90؟ والله يمكن الموضوع ده معايا من وانا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي في منتخب الشباب. انا طول عمري بقول ان انا اقدر اسجل هدف في اول ثانيه واقدر اسجل هدف في اخر ثانيه. فانا ما بحسبش ان الماتش 90 دقيقه، انا بحسب الماتش من بدايه ما الحكم بيصفر لحد ما بيصفر نهايه المباراه. فطول ما في وقت متبقي انا عندي امل وعندي فرصه ان انا اقدر اسجل. وشيء طبيعي ان وجودي في النادي الاهلي زود بالنسبه لي الاحساس ده، وزود بالنسبه لي الرغبه دي، وزود بالنسبه لي الهدف ده. لانك لما تكون بتلعب في فريق هو عنده القدره انه يسجل في اي لحظه، شيء طبيعي الامل بتاعك هيزيد والرغبه عندك هتزيد واليقين طول ما انت عندك يقين انك تقدر تنفذ حاجه وبتشتغل عليها ربنا هيكرمك. فده اللي انا كنت بعمله الصراحه، ان انا مركز لحد ما الحكم يصفر، ويمكن ربنا بيكرمني وبيحققها لي في الوقت الصعب والوقت الغالي، يعني عشان الهدف يبقى فرحته اغلى. بيبقى عندك احساس بالوقت وانت بتلعب، مركز في فكره الساعه وفاضل كام دقيقه ولا مش باصص للحته دي؟ يعني بتبقى فاصل تركيزك تماما عنها؟ لا، في بدايه المباراه انت ما بتركزش فيها، لكن شيء طبيعي لما المباراه بتقرب بتقرب على انتهائها، وبالذات لو النتيجه مش في صالحك بتبدا تركز مع الوقت، لكن في نفس الوقت ما ياخدش منك. يعني تركز مع الوقت انك تاخده عامل لصالحك، مش عامل ايجابي، مش عامل سلبي. ان لا فاضل خمس دقائق، لا ده خمس دقائق ده وقت طويل اقدر اسجل في ثلاث دقائق، لا اقدر اسجل. غير لو انت حطيت الخمس دقائق بعامل سلبي، ان الخمس دقائق ده وقت قليل جدا مش هقدر اعمل حاجه، هتأثر عليك نفسيا. فيمكن يمكن كمان احنا كلاعيبه مع بعض كنا بنتكلم حتى لو فاضل دقيقه هنكسب. حتى لو انت من جواك مقتنع ان الموضوع صعب، او عندك احساس او عندك شك ان الموضوع صعب، لكن لما تلاقي المجموعه كلها بتقول ان احنا هنكسب وهنسجل، فده بيرفع من روحك المعنويه ويحاول يخليك بقدر الامكان تشتغل لحد ما المباراه تنتهي. ويمكن ان ده يحصل بقى على ارض الواقع اكتر مره، فبيأكد من يقينك وبيأكد من تفكيرك وبيأكد من اصرارك ان انت لا، حياه مره واثنين وثلاثه، لا اشتغل عليها، عشان طول ما انت بتشتغل عليها هتتحقق. فده اللي حصل يعني.